الذي ينكر عذاب القبر كافر، وقد أنكرته المعتزلة العقلانيين ينكرونه، كما بينت لكم في درس البارحة أنهم يعتمدون على عقولهم ويقولون لو فتحنا القبر وجدناه كما وضعناه، ما فيه جنة ولا فيه نار. فنقول أنتم في عالم الدنيا وهو في عالم الآخرة، ويأتيه العذاب والنعيم وأنتم ما تشعرون بذلك، ما تشعرون بذلك أبدا. مثال قريب، لو ينام عندك اثنان كلهم نائمين، لكن واحد يرى رؤى مزعجة تكدر عليه نوم، وواحد يرى رؤيا سارة يتنعم في نومه، وأنت ما تشوف عليهم شيء، كلهم نائمين وكلهم، لكن هذا في قلق وهذا في راحة. إذا كان هذا في الدنيا فكيف بالقبر؟ لأن هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تتسع العقول إلى إدراك ذلك، وإنما يعتمد على ما صح به النقل، على ما صح به النقل وتواتر به الخبر فنؤمن به، ولا نتدخل ونقول ما نشوف شيء ولا نرى شيء. ما تشوف أنت، هذا من عالم الغيب، هذا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أنت تشوف الناس الآن بعضهم في سرور وفي بهجة وواحد في هم وغم، وهم كلهم يمشون ويأكلون ويشربون، أنت ما تدري عن هذا ولا تدري عن هذا، ما تدري عن اللي مسرور ولا عن اللي مهتم. هذه أمور باطنية، أمور باطنية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.